كان لازم من مبادرة بداية لبناء الإنسان، لأن هو ده اللي هيحمي الوطن، ده اللي هيحارب وقت الحرب، ده اللي هيحمي البلد من الشائعات اللي ممكن تدمرها من الداخل. نحن الآن في حرب الجيل الخامس وليس حرب الجيل الرابع. نحن الآن ممكن وإحنا قاعدين دلوقتي نطخخ من خلال الموبايلات. أنا عايزة أخلق بقى مواطن أو أكون مواطن إزاي في حرب الجيل الخامس اللي ممكن أستهدفه من خلال الموبايل، أما من خلال المعلومات على الإنترنت والموبايل أو من خلال إن أنا أفخخه من خلال التكنولوجيا والموبايل. هنا العلم مهم، وبذلك كان لازم أن نهتم بالتعليم، نهتم بالثقافة، اهتموا جدا بمناهج الدين، اهتموا جدا بمناهج القراءة، لأن القراءة ممكن تحط فيها مفاهيم وطنية وسياسية ودينية وتمر مرور الكرام على الطالب وتعرفوا اتجاهات وقيم جميلة جدا بدون ما يحس ان ده حد بي يعني بيغرس فيه شيء. يعني انت تعزز لديه القيم الإيجابية وتبعد عنه القيم السلبية او الاتجاهات السلبية من خلال القراءة، دروس القراءة، تديله مثلا درس عن حرب اكتوبر، تديله درس عن بطل من الابطال.